وبعد أداء مشرف أشاد به مختلف الناس من حول العالم، ودع المنتخب السعودي مونديال قطر لكأس العالم 2022 بعد خسارته أمام منتخب المكسيك. وأكيد إحنا بدورنا نقول لهم يعطيهم العافية وما قصروا، أكيد رفعوا روسنا بأدائهم وفي خصوصا مباراتهم مع الأرجنتين. فغض النظر إيش ما كانت النتيجة، اللي شفناه منهم في هذا المونديال كان أداء مشرف، كانت أسامي يعني عظيمة، تشرفنا وتشرف منتخبنا السعودي، وهارد لك لنا في النهاية. صحيح مها، أكيد يعني زي ما قلتي في البداية رفعوا روسنا، كان في دموع حزن، دموع فرح، دموع انتصار، دموع قهر، في الكثير من المشاعر اللي طبعا حسينا بيها حنا كجمهور يشجع المنتخب السعودي. يمكن نقدر نقول إنهم فعليا لعبوا بأداء رائع، بأداء متميز، يعني خاضوا أقوى المنتخبات في يعني مونديال 2022، وفي الآخر نقول إن شاء الله بإذن الله الوعد يكون في 2026 إن شاء الله، وبإذن الله يعني نكون بنحقق أداءات أكثر وأفضل، سواء كان في الفوز حنا مع منتخبنا أو حتى في الخسارة حنا مع منتخبنا. وأكيد يعني الجمهور السعودي والخليجي والعربي شفناهم خلال هذه الفترة كلهم كانوا مشجعين للمنتخب، والفرحة أكيد بإذن الله يعني إذا ما فرحنا الحين، لكن نقدر نقول الحين فرحنا في 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 نشوف كيف أداء يعني اللعيبة عندنا. شفنا العويس كيف كان بيلعب، شفنا سالم الدوس، شفنا سلمان الفرج، شفنا كثير من اللعيبة كيف كان أداءهم وكيف كانوا بيعطوا من قلب ورب زي ما يقولوا. لكن بإذن الله يعني القادم بيكون أجمل، الجاي أجمل بإذن الله إن شاء الله. خلينا كمان